بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نبتدي النهاردة تأملاتنا في إنجيل معلمنا متى البشير. إنجيل متى هو أول العهد الجديد، وإنجيل مليان بالمعاني والتأملات، وهياخد مننا شوية وقت بنعمة ربنا، إنما من خلاله هنتعرف على سر المسيح له المجد أو المسيا وسر الملكوت. النهاردة أديكوا مقدمة عن إنجيل متى، لأن زي ما تعودنا المقدمات بتسهل علينا القراية، فيبقى في جانب دراسي أو في معلومات في الأول كده النهاردة قبل ما ندخل في بحر الآيات في إنجيل متى. الأول كلمة إنجيل دي معناها إيه وجات منين؟ كلمة إنجيل معناها أخبار طيبة أو بشارة مفرحة، ودي كلمة في الأصل يوناني إفانجيليون، وكانت تستخدم دايما بالمعنى ده، إما مكافأة على الأخبار السارة أو هي ذاتها الأخبار السارة، لغاية مع كتابة الإنجيل بقى يقصد بيها دايما إنجيل العهد الجديد. وأحياناً إحنا بنقول إنجيل متى إنجيل مرقس، هو الأدق إن إحنا نقول الإنجيل لمعلمنا متى، الإنجيل لمعلمنا مرقس، أو الإنجيل حسب ما كتبه متى، لأن هو إنجيل واحد كتبه متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هو إنجيل واحد. وده التعبير الأدق لما يقول الكاهن كاتا مثاءٌ كاتا ماركر، يعني بيقول كاتا دي يعني حسب، يعني بينسب الإنجيل لكاتبه، لكن هو إنجيل واحد. إفانجيليون دي كلمة واحدة إنما منسوبة مرة لمعلمنا متى، مرة لمعلمنا مرقس، وهكذا. طبعا دي بترد على ادعاءات ناس كتير تقول ليه في اربع اناجيل، يبقى اربع قصص مختلفه، اربع روايات، يبقى في تعارض. القصه مش كده خالص، هو انجيل واحد ولكن كتبوه اربعه. برضو لازم نفتكر ان الاناجيل ما اتكتبتش وقت حياه المسيح له المجد، ولا ربنا يسوع له المجد اوصى بكتابتها بشكل مباشر، لكن الكنيسه بدأت المسيح له المجد صعد للسماء، وبقت الكنيسة عايشة وبتبشر البشارة. البشارة هي الإنجيل، والبشارة بتخلي الناس تؤمن. الناس لما تؤمن تتعمد، ولما يتعمدوا يتناولوا، وعايشين حياة مسيحية، والكنيسة عمالة توسع وتدخل بلاد اليهود وتدخل بلاد الأمم وتنتشر في أوروبا وآسيا الصغرى. كل ده لسه ما كانش فيه إنجيل مكتوب. الإنجيل لما اتكتب اتكتب يعني من بداية مثلا من سنة 55 ميلادي أو بعد كده، وبالتالي الكنيسة عاشت من سنة 30 ميلادي أو أكتر لغاية في الخمسينات. ما كانش في كتاب للعهد الجديد في إيديها، إنما الكتب كانت كتب العهد القديم. كتب العهد القديم مستخدمة لأننا كمسيحيين نؤمن بالعهد القديم، والعهد القديم والعهد الجديد كتاب واحد كله بيتكلم عن المسيح له المجد. كتب العهد الجديد اتكتبت أغلبها ما بين سنة 50 وسنة 70، ما عدا كتابات يوحنا الحبيب. يعني حتى معلمنا بولس الرسول مع معلمنا لوقا، معلمنا متى، معلمنا مرقس، يعقوب الرسول، بطرس الرسول، يهوذا الرسول، كل دول كتبوا ما بين 50 و70 ميلادي تقريبا. وبعدين أغلبهم استشهد قبل 70 ميلادي، لأن سنة 70 دي سنة فاصلة، سنة مهمة في تاريخ العهد الجديد، لأنها سنة انهيار المملكة اليهودية أو الشعب اليهودي، سنة سقوط أورشليم وخراب الهيكل. ومن ساعتها الهيكل ما طلعش، لأن ربنا له المجد قال هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا.
من سنة 70 لغاية 90 ما كانش فيه كتابات. الوحيد اللي عايش بقى من جيل الآباء الرسل هو يوحنا الحبيب أو يوحنا اللاهوتي. مع التسعينات زادت موجة البدع، وبدأت بدعة بتقول أنه ربنا يسوع شخصية مش حقيقية، أو تقول أن المسيح ما قالش عن نفسه أنه إله. وربنا حفظ يوحنا عشان يبقى الشاهد في آخر القرن الأول اللي عاش مع المسيح عشان يسجل بقى إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا ورؤيا يوحنا، عشان يقول الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا، هو الذي سمعناه بأذاننا، هو الذي لمسته أيدينا، ويأكد أنه شاف وسمع وعاشر المسيح، وأن المسيح بالحقيقة ابن الله. ومن هنا جاء فرق إنجيل يوحنا عن الثلاث أناجيل التانيين. يعني اللي يدرس الأناجيل يلاحظ أن متى ومرقس ولوقا ليهم جو ومتقاربين جدا، وسموهم سينوبتيك جوسبلز، الأناجيل المتقاربة أو المتقارنة، بينما إنجيل يوحنا له خط تاني، وإن كان برضو بيتكلم عن حياة المسيح له المجد. يجي السؤال، ليه ربنا يسوع له المجد سمح بكتابة أكثر من إنجيل؟ ربنا يسوع له المجد عاش على الأرض وهو مشتهى الأجيال زي ما بيقول الكتاب، فكل الأنبياء كانوا بيشاوروا عليه، وكل الرسل اللي جايين بعد المسيح برضو بيشاوروا عليه. لكن حياة المسيح له المجد لها أوجه مختلفة. فالإنجيل إنجيل واحد، لكن تبص له من كل جنب تشوف وجه خاص للمسيح له المجد. اللي يشرح لنا الفكرة دي فكرة العرش الإلهي المحمول على أربع كائنات غير متجسدين، والكائنات الغير متجسدين اللي حاملين مركبة الله تلاقيهم في حزقيال واحد، تلاقيهم في رؤيا واحد، ليهم أربع وجوه: وجه إنسان، وجه أسد، وجه نسر، وجه طور. والأربع وجوه دول الآباء القديسين قالوا بيعبروا عن ربنا يسوع له المجد من أوجه مختلفة. إنجيل متى هتلاحظوا بيركز على المسيح ابن الإنسان، المسيا المنتظر، لأنه اليهود مستنيين مسيا مخلص، هو ده المسيح. إنجيل متى اتكتب لليهود أساسا عشان يقول لهم هو ده المسيح المنتظر، المسيا الآتي، فيعبر عنه بوجه إنسان. بينما معلمنا مرقس انشغل بالكتابة للرومانيين، الرومانيين دول مش يهود، والرومان ما عندهمش نبوات بتتكلم عن المسيح الآتي، إنما منتظرين مخلص قوي، منتظرين إله قوي. فإنجيل مرقس بيكلم الرومان عن المسيح القوي فيمثل بالأسد. إنجيل لوقا بيخاطب اليونانيين، واليونانيين ما هماش مبهورين بقضية القوة، ولا برضه عندهم نبوات بتتكلم عن المسيح الآتي، لكن اليونانيين مشغولين بالفلسفة، والفلسفة اليونانية دايما تبحث في الكمال، في المثالية، فين الإنسان الكامل، فين المحبة البازلة، فين الإنسانية الرائية. فمعلمنا لوقا كتب عن المسيح له المجد الذبيح، الإنسان الكامل اللي بيموت من أجل البشرية. طبعا متى ومرقس ولوقا لم يغفلوا أبدا الشهادة للاهوت المسيح، لكن ما كانش تركيزه واضح كفاية بالدعاء مثلا الجماعة المبتدعين اللي جم في نهاية القرن الأول. فربنا يسوع له المجد بحكمته حفظ يوحنا اللاهوتي عشان يركز على المسيح ابن الله. فيوحنا كتب إنجيله للعالم كله عشان يقدم بقى لاهوت المسيح ويمثل بالنسر، بينما لوقا قلنا يمثل بالطور أو الذبيحة، إشارة للمسيح الذبيحة. فيبقى عندنا أربع أوجه للمسيح له المجد في الأربع أناجيل. معلمنا متى بيركز على ناسوته، يوحنا بيركز على لاهوته، مرقس بيركز على قوته
لؤى بيركز على اتضاعه وبذله لذاته أو دوره في الفداء والخلاص، فهنا تتكامل الصورة، المسيح له المجد والإله المتجسد الملك المنتظر المخلص الفادي. يبقى كده كملنا الأوجه الأساسية لرحلة المسيح له المجد على الأرض، ودي حكمة الروح القدس في كتابة الوحي. حياة المسيح هي هي، وعشان كده الإنجيل واحد، لأن الإنجيل هو البشارة بالمسيح المخلص. لكن كما كتبوا متى، كما كتبوا مرقس، كما كتبوا لوقا، هنا يجي التركيز على نقط غير نقط، وطريقة العرض تختلف من واحد للتاني. مهم أن الواحد يفهم فكرة الوحي المسيحي، لأن لما بنقول كما كتبوا، أحياناً بعض الناس تتلخبط تقول مش اللي كتب ربنا. في آية جميلة تقول تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فاللي كتبوا بشر، رسل وأنبياء في العهد القديم، لكن تكلموا مسوقين من الروح القدس، في قيادة للروح القدس ليهم، هم بيكتبوا تحميهم من الخطأ، تحفظهم من العثر. الروح القدس بيسوقهم هم بيكتبوا عشان يسجلوا بدقة حياة ربنا يسوع، لكن ده ما بيلغيش طابعهم الشخصي في الكتابة وثقافته. عشان كده تلاقي في الدراسة مثلا نقول أسلوب معلمنا لوقا اليوناني، العهد الجديد كله اتكتب يوناني، مختلف شوية عن أسلوب معلمنا مرقس مثلا أو معلمنا متى. ليه؟ لأن ثقافة لوقا الطبيب كانت يونانية أكتر، فالأسلوب في الأصل اليوناني مختلف شوي، زي واحد يكون عنده الإنجليزي مثلا لغة أولى والتاني لغة تانية، فتلاقي السلاسة اللي بيتكلم بيها تختلف عن واحد الإنجليش بتاعه لغة تانية أو تالتة. لكن لغة العصر في الوقت ده هو اليونانية. وقبل ما يتكتب العهد الجديد كان العهد القديم كله ترجم إلى اليونانية، الترجمة المشهورة الترجمة السبعينية، فأصبح حتى العهد القديم في متناول العالم كله بالنسخة المشهورة، النسخة اليونانية أو السبعينية. معلمنا متى، مين هو معلمنا متى؟ متى واحد من الاثناشر تلميذ، وقصته مذكورة، هتلاقوها في مرقس 2 ولوقا 5 ومتى 9. هو حاكي عن نفسه، هو نفسه لاوي العشار اللي كان قاعد في مكان الجباية ويعد عليه ربنا يسوع يقول له اتبعني، فيسيب كل حاجة وبعدين يمشي ورا المسيح ويعزمه ليلتها انه يتعشى عنده ويجيب له بقية العشارين. ويبدأ ارتباط معلمنا متى بالمسيح له المجد، وبعدين يختار ضمن ال 12 تلميذ وتبدأ رحلته. متى هو لاوي، وأغلب الآباء في الجيل ده كان ليهم اسمين، يعني لاوي هو الاسم اليهودي، متى ده الاسم العلماني بتاعه أو الاسم الروماني، ومتى يعني عطية، عطية الله، زي مثلا سمعان بطرس، زي شاول بولس، زي يوحنا الملقب مرقس. فأغلب الآباء ليهم اسمين. معلمنا متى يذكر عنه أنه ركز في خدمة الحبشة، ويعتقد أنه استشهد هناك وكان له معجزات مشهورة، وما زال الأحباش يعتبر شفيعهم القديس متى البشير. وربنا اختاره أنه يسجل أو يكتب إنجيل متى لليهود، لأن معلمنا متى كان يهودي من الأصل، ما كانش يوناني أو روماني، كان يهودي. ويعتقد أنه كتب إنجيله داخل أورشليم أو بلاد اليهودية، وإحنا قلنا ما بين 50 و70. بعض الآباء بيعتقدوا أنه كتب مبكرا جدا إنجيله باللغة العبرية الأول لليهود، وبعدها بفترة أعاد كتابته باللغة اليونانية للناس كلها. وعشان كده بيعتبروا إنجيل متى أحياناً أول الأناجيل على اعتبار النسخة العبرية بتاعته، لكن المعروفة في المخطوطات النسخة اليونانية لإنجيل متى، وهي نسخة غير مترجمة،
يعني إيه نسخة أصلية، وبالتالي يبقى هو نفسه اللي كتب إنجيله باللغة اليونانية. في الحالة دي يبقى إنجيل مرقس أبدا وقبل إنجيل معلمنا متى. تيجي حكاية تشابه أو تقارب الأناجيل الثلاثة. أحياناً بيعترض علينا في حتة ليه في تشابه وإيه قيمة التقارب والتشابه ده وليه في اختلافات. الحقيقة لو ما كانش في اختلاف خالص يبقى ما كانش في ضرورة أنه يبقى في أربع أناجيل أو ثلاثة أناجيل. وجود التشابه والاختلاف الاثنين لهم قيمة. تصوروا معايا احنا مثلا واحنا خارجين من الكنيسة شفنا موقف معين، كل واحد فينا هيحكي بأمانة لما يروح لأهل بيته، محدش فينا بيحكي حاجة غلط، لكن لما نجمع رواياتنا تكتمل الصورة، فيبقى كل واحد شهد الموقف وحكاه ومحدش فينا لا بالغ ولا كذب، لكن في واحد ركز على حاجة واحد مركزش عليه، وتركيز كل واحد بيعكس موقفه من الحدث وموقف الحدث منه. بمعنى ايه؟ يعني معلمنا متى لما يكتب لليهود ماذا يعني اليهود من المسيح له المجد؟ اليهود عايشين مستنيين تحقق النبوات. فتلاحظوا ان انجيل متى اكثر انجيل مكتوب فيه كلمه كما هو مكتوب حوالي زياده عن 40 مره، يعني ضعف المرات اللي ذكرت فيها النبوات في انجيل مرقس او لوقا. كلمه كما هو مكتوب او كما قيل بالنبي القائل، هتلاقوا كما قيل دي متكرره جدا في انجيل متى. ليه؟ بيتكلم مع ناس هم عاوزين يعرفوا، هم مستنين المسيح، انت هو الاتي ام ننتظر اخر، انت هو ولا لسه؟ فبيجاوب على السؤال ده، هو انا هو هو. ادي انجيل متى بيجاوب على السؤال، نعم انا هو، انا هو الاتي، انا هو المنتظر، انا هو المسيح، انا هو مسيح النبوات، انا هو يهوه بتاع موسى، انا هو يهوه، انا هو اله ابراهيم اسحاق ويعقوب، انا هو اللي كلمت داود وسليمان، وهو هو. النبوات كلها تتحقق في المسيح له المجد. عشان كده تلاحظوا انجيل متى كل حدث في حياة المسيح لازم يرجعوا إلى النبوات، ما تلاقوش الروح دي أو التسلسل ده بقية الأناجيل. ليه؟ ماذا يعني الرومان واليونان اللي ما عندهمش عهد قديم من أن كل حدث يقول كما قيل في الأنبياء؟ هم ما عندهمش الحتة دي. واليهود منتظرين ملك، إنما اليونانيين عندهم ملوك كتير والرومان عندهم ملوك كتير، وفكرة الملك مش شغلاهم قوي، إنما هما فكرة الخلاص والكمال الحاجات دي هي اللي تعباهم محتاجينها. اليهود منتظرين ملك زي داود يرجع لهم مجدهم ويرفع رأسهم، لكن هما خدوها بشكل أرضي حرفي، بينما العهد القديم كله بيشاور على المسيح الملك الآتي، لكن ملك كل الملوك ومملكته ليست من هذا العالم. فتلاحظوا ان انجيل متى بيركز بشده على المسيح الملك، المسيح الملك. ومن هنا جت كلمه ملكوت اكثر من كل الاناجيل، وبالذات ملكوت السماوات جاي حوالي 30 مره. ساعات تتقال ملكوت الله او الملكوت بس، اولا ملكوت الله وبره. فانجيل متى بيركز على المسيا وملكوته، ده عنوان الانجيل ككل. المسيا يعني المسيا دي عشان لغه اليهود بنقولها بالطريقه دي، يعني المسيح يعني الاتي، وملكوته لانه جاي يملك، لكن طلع ملكوته غير ما كانوا اليهود عاوزينه، ملكوت ارضي، لا له ملكوت سماوي، لا ملكوت السماوات. وعلمنا متى استشهد في بلاد الحبشة لكن كتب إنجيله في بلاد اليهود وانتشر إنجيل متى. والتشابه بين متى ومرقس ولوقا يأكد أن حياة المسيح هي هي، وأن دول شهود لحياة ربنا يسوع له المجد، وأن الأحداث المكتوبة عند واحد هي ذاتها الأحداث المكتوبة عند الثاني. وتهمة أن هما نقلوا من بعض لا قيمة لها، ليه؟ لأنه دول عشر المسيح له المجد،
كان متى ومرقس، لوقا يمكن ما عاشرش المسيح زيهم، لكن هو قال في أول إنجيله أنا تتبعت بالتدقيق كل شيء. يعني تصوروا معايا معلمنا لوقا كان يمشي يروح يقعد جنب العذراء ويسألها احكي لي يا أم النور اللي حصل، فكتب لنا حياة وميلاد المسيح له المجد هو بالتفصيل، لأنه قعد مع العذراء بقى يقعد مع أصحاب القصص ويسجل. أما متى ومرقس دول كانوا متى من التلاميذ، مرقس من 70 رسول، الاثنين عشر والمسيح له المجد، يوحنا طبعا يوحنا من 12 تلميذ، متى ويوحنا من 12. يوحنا لما كتب إنجيله كانت الأناجيل الثلاثة اتعرفت، فما بقاش في ضرورة أنه يعيد قصص الناس عرفتها. ليه يقعد يحكي حكايات ومعجزات كل الناس تناقلتها وعرفتها؟ لكن في ملحوظة مهمة، أن الأناجيل الثلاثة دول ركزوا على حياة المسيح في الجليل، وفي الآخر ركزوا على أنه راح أورشليم عشان يتصلب ويموت، وركزوا كمان على حياة وخدمة ربنا يسوع له المجد بعدما أسلم يوحنا المعمدان. يعني إيه؟ تعرفين يوحنا المعمدان استشهد على يد هيرودس الملك. فأغلب الأناجيل متى ومرقس ولوقا مركزين على ما بعد خدمة يوحنا. فيوحنا حب يقول القصص اللي ما تعرفتش، فقال بعض الأحداث قبل موت يوحنا، زي عرس قانا الجليل والأحداث اللي ذكرها يوحنا 1 و2 و3، وركز على تعاليم المسيح اللي اتقالت في أورشليم ومع الرسل اللي ما اتذكرتش في الثلاث أناجيل التانيين. يعني يوحنا بيحكي حكايات مش مسجلة في الثلاث أناجيل، عشان كده تلاحظوا مثلا قصة السامرية في يوحنا 4 مش موجودة في بقية الأناجيل، مولود أعمى، العازر، إقامة العازر، المخلع، كل دي قصص موجودة في إنجيل يوحنا مش مسجلة في متى ومرقس ولوقا. اللي بس عاد ذكره إنجيل يوحنا قصص هامة جدا، زي حد الشعانين، زي أحداث الصليب، زي معجزة الخمس خبزات والسمكتين، لضرورتها في إثبات وتأكيد لاهوت المسيح، لأن شغله الشاغل معلمنا يوحنا أن يؤكد أنه المسيح ابن الله. أرجع لإنجيل متى وأقول إيه؟ إنجيل متى له سمات خاصة بي. أول سمة أنه بيركز على المسيا الملك، أو بيركز على الملكوت. تاني سمة في إنجيل متى أنه هيركز على عظات المسيح له المجد. أكتر إنجيل ذكر لنا عظات ربنا يسوع له المجد، وممثلة في 5 عظات كبيرة. العظة الكبيرة الأولى الموعظة على الجبل، متى 5 و6 و7. العظة الثانية تلاقوها متى 10، رسالية التلاميذ. العظة الثالثة الطويلة متى 13، أمثال الملكوت. العظة الرابعة متى 18، تعاليم متنوعة. العظة الأخيرة أو العظات الأخيرة متى 23 و24 و25، عن مجيء الثاني وعلامات المجيء وأمثال الملكوت زي العذارى الحكيمات، كلها حاجات عن النهاية. دي عظات طويلة مش موجودة في ولا إنجيل من الأربعة بقدر ما هي موجودة في إنجيل متى. معلمنا مرقس بيذكرها بالسريع قوي، معلمنا لوقا بيقول منها أجزاء، معلمنا يوحنا بيركز أكتر على حديث المسيح إما مع اليهود وإما مع التلاميذ. يعني مثلا في يوحنا 8 ربنا يسوع بيقول لليهود أنتم مش ولاد إبراهيم، لو كنتوا ولاد إبراهيم تعملوا أعمال إبراهيم، حوار طويل مع اليهود. في يوحنا 6 بيدافع عن التناول مع اليهود، ويوحنا 13 و14 و15 و16 حوار المسيح مع تلاميذه. يبقى إنجيل يوحنا بيركز على حوارات لم تعرف في الأناجيل التانيين، وأحداث لم تعرف بالنسبة للعالم في متى ومرقس ولوقا. أما إنجيل متى فبيركز على تعاليم المسيح وعظاته، فأكثر من نص الإنجيل عظات وتعاليم، بينما معلمنا مرقس مثلا يتسم أنه أغلبه معجزات وأحداث، تعاليم فيه قليلة أوي. معلمنا لوقا قال حاجات ما قالهاش معلمنا متى،
لكن طبعا قالها ربنا يسوع، زي مثلا لوقا 15 قصص التوبة ذكرها بالتفصيل، ده في لوقا بس قصة الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. من هنا تلاحظوا تقابل الأناجيل في أشياء وتكامل الأناجيل في أشياء. فلما تذاكر الأربع أناجيل تكتمل الصورة، تعرف المسيح له المجد متمم النبوات، عشان لما يقول قد أكمل تفهم أنه كل ما قيل عنه قد تحقق، وتشوف المسيح القوي في إنجيل مرقس القادر على خلاص البشرية، وتشوف المسيح المحب جدا فادي البشرية في إنجيل لوقا، وتشوف المسيح الإله له المجد في إنجيل يوحنا. فلما تعيش مع الأناجيل الأربعة الصورة تكتمل، ودي حكمة الروح القدس في أنه يسجل الإنجيل على فم أو على لسان أو على يد متى ومرقس ولوقا ويوحنا. إنجيل متى قلنا اتكتب يوناني، وإن كان في يعتقد أن في نسخة عبرية أو آرامية مبكرة، وكعادة كل الكتب الكتاب المقدس هوجمت عبر التاريخ، هل فعلا كتبها متى ولا ما كتبهاش، وكل كتاب كان فيه يطلع لنا ناس ينقضوا ويقولوا مين قال لكم ان هو اللي كتب. يعني احنا مش عاوزين ناخدها بشكل دراسي بحت، لكن في اثباتات خارجيه واثباتات داخليه. يعني ايه؟ يعني في اثباتات تاريخيه او خارجيه زي المخطوطات. المخطوطات، في مخطوطات في متاحف العالم بأجزاء من إنجيل متى على الأقل، وفي أجزاء كاملة كمان، مخطوطات كاملة أصيلة جدا ويرجع بعضها إلى القرن الثاني، وفي ترجمة سورياني بدري قوي لإنجيل متى من أول القرن الثاني، وفي وثيقة اسمها موراتوري حوالي سنة 170 ميلادية لقوا فيها تسجيل كل أسفار العهد الجديد زي ما عندنا. شوف احنا بنتكلم على سنة 170، متى مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل روميا، بنفس الأسفار اللي عندنا في إيدينا لغاية دلوقتي. من الشهادات القوية قوي لصحة الأناجيل اللي في إيدينا وصحة كتب العهد الجديد عامة هي شهادة القديسين الآباء اللي كانوا بيوعظوا وبيفسروا وبيعلموا، ودي برضو ترجع إلى بدايات القرن الثاني. يعني عندنا قديسين كانوا بيدفعوا وبيشهدوا وبيأكدوا، واحد اسمه إيريناوس هو اللي قاعد يحكي حكاية الأربع أوجه للإنجيل اللي أنا بحكيها، ده من القرن الثاني كلامت، يقول الوحي المقدس ربنا اختار أنه يتعرض بالطريقة دي عشان تتكامل أوجه الحقيقة. واحد تاني قال أنه ربنا اختار أربع أناجيل أو الإنجيل على أربع أعمدة، كأنه بيشيل أركان الأرض الأربعة كلها. وإننا تلاحظوا كتير من كنايسنا تتعمل على أربع عواميد كبار، إشارة لفكرة الإنجيل المثبت على أربع أعمدة، الإنجليين الأربعة. فالحاجات دي تاريخيا يرجع إلى القرون المبكرة جدا، القرون الأولى، أوريجانوس، كليماندوس، يوسابيوس، ترتليان، كلها أسماء لها كتابات موثقة تاريخيا بتشهد بصحة الأناجيل. ليه بنقول كده؟ لأن في أناجيل دخيلة أو في كتابات يسموها الأبوكريف، مش كلها أفكار غلط، لأن بعضها كان بيسجل بعض الأمور وبعضها بيضيف أفكار غلط، عشان كده تسمت أبوكريفة أو المزورة. الكنيسة رفضتها وقننت الإنجيل، قالت الكتب دي بس هي المعتمدة وهي مرجعنا في حياتنا المسيحية. في حاجة اسمها إنجيل العبرانيين، في إنجيل المصريين، في إنجيل يعقوب، في إنجيل متى المزور، في إنجيل مريم، في إنجيل يهوذا اللي عمل لنا أزمة من فترة. كل دي موجودة من القرن الثاني الحاجات دي، لكن الكنيسة واخدة منها موقف من بدري جدا، ومعروفة تاريخيا إنها أناجيل اندست عشان بعضها يلخبط إيمان المسيحيين، وبعضها كانت مجرد كتابات يعني غير موثقة
ولا تضيف لإيماننا وخلصنا كتير، لكن بدراستها بنعرف بعض المعلومات المفيدة، لكن لا تعامل معاملة الأناجيل أبدا، ومنها حاجات غلط خالص زي إنجيل يهوذا والأفكار اللي فيه. عشان لما يطلع لنا حد يقول إنه لقى الإنجيل المظبوط، الكلام ده مش جديد علينا، أي حد دارس عارف إن في عشرات من الكتب الدخيلة اللي حاولت تاخد مكانة الأناجيل والرسائل، والكنيسة من بدري خدت موقف وقننت الكتب المقدسة، عشان كده يسميها الأسفار القانونية، والعالم كله بيعترف بال 27 كتاب بتوع العهد الجديد من بدري، من نهاية القرن الثاني. وفي عزل القديس أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع في عيد الفصح بيراجع على كنائس العالم، لأنه كان بيبعت رسالة الفصح لكل كنائس العالم، الكلام ده قبل الانشقاقات طبعا، قبل ما يكون في طوائف وقبل ما يكون في انشقاقات، بيراجع معاهم تاني متى مرقس لوقا يوحنا، عشان يبقى الكل عنده كتاب واحد موثق وأسفار قانونية. قلنا أن إنجيل متى بيركز على الناحية التعليمية والوعظية، إنجيل متى بيركز على المسيا الآتي المسيح، بيركز على ملكوت السماوات. إنجيل متى لأنه بيكلم يهود بيستخدم كتير قوي النبوات، وتلاحظوا أنه بيتكلم بطريقة تعني أن المستمع أو القارئ يعرف النبوات، فما بيشرحش بالتفصيل النبي ده كان عايش إمتى وفين وبيقول إيه، لأنه بيخاطب ناس عارف. فلما يقول أشعية ولا أرمية بيكلم يهود، فاليهود عارفينهم كويس، لكن لو كان بيكلم ناس ما عندهمش عهد قديم، ما عندهمش خلفيات، مش هيستخدم الأسلوب ده. وفي نفس الوقت لم يخفى الإنجيل متى أنه قد يقرأ أحد من الأمم، لأن في الوقت ده الأمم دخلوا الإيمان، فمثلا من أول إصحاح يقول عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. هنا الكلام مش لليهودي، اليهودي عارف عمانوئيل دي لغته وموجودة في سفر أشعية، إنما هنا عشان تحسبا أن القارئ ممكن يكون من خلفية غير يهودية فيقوم يفسر تفسيره الله معنا. تلاحظوا مثلا أن إنجيل متى ركز على زيارة المجوس للمسيح، لأن إنجيل متى يركز على المسيح الملك، فعشان يقول المسيح ملك لازم يجوا ملوك من آخر الدنيا يسجدوا له، فدي زيارة المجوس لأن المجوس ملوك. بينما معلمنا لوقا ما ذكرش قصة المجوس، ذكر قصة الرعاة، لأن لوقا بيتكلم عن المسيح صديق البشرية كلها، حبيب الكل، المتواضع جدا، اللي جاي يقدم نفسه ذبيحة، دي تهم الرعاة، أو دي قريبة قوي لنفسية الراعي اللي عنده الحمل، والحمل ده هو الذبيحة. إنما بالنسبة لليهود مجوس من المشرق، ملوك جايين يقولوا أين هو المولود ملك اليهود، يبقى من أول صفحة في إنجيل متى في ذكر للملك، وفي آخر صفحة تلاقي اليافطة على الصليب، هذا هو ملك اليهود، لأن معلمنا متى مركز على المسيح الملك. تسلسل إنجيل معلمنا متى بيذكر في الأول النسب، هنقول ليه نسب ميلاد المسيح، لأنه زي أي تركيز على ناسوته بنقول لازم إنسانيته يطلع له شهادة ميلاد، فكأنه بيكتب شهادة ميلاد المسيح في أول إصحاح أول صفحة. بعد كده بينقلنا إلى بعد ميلاده، يدخلنا على طول على الجبل، صيامه الأربعين يوم المقدسة والتجربة على الجبل، وبعدين بداية خدمته في الجليل، وبعدين موعظة على الجبل واختياره للتلاميذ وهكذا لغاية إصحاح 19. تلاقوا إنجيل متى مركز معانا على خدمة المسيح في الجليل، ودي حاجة خاصية واضحة في إنجيل معلمنا متى، أنه مركز على المرحلة الأولى في حياة المسيح، بينما في أناجيل تانية زي معلمنا مرقس أو يوحنا بيركز كتير على الأحداث اللي حصلت في أورشليم في الآخر. فقصص الجليل تلاقوها كتيرة قوي في إنجيل متى. فين الجليل برضه عشان نبقى فاهمين؟ جغرافية فلسطين في الوقت ده تقسم إلى ثلاث قطع، فلسطين وقت المسيح، فوق الشمال اسمها الجليل،
اللي فيها ناصرة الجليل، مسيح ناصري، ناصري يعني عاش في الناصرة. ساعات يقول لك جليلي ولا ناصري، ما هي اسمها ناصرة الجليل. جليل دي المنطقة الكبيرة، والناصرة دي بلد، قانا الجليل دي بلد تانية، كفر نحوم دي بلد تالتة، كل دول بلاد صغيرة قرى في الجليل. الجليل دي المنطقة الشمالية من فلسطين، ودي المنطقة كلها صيادين وفلاحين وناس بسطة، ودي اللي عاش فيها المسيح. وكل تلاميذه من الجليل، عشان كده يقولوا لبطرس انت جليلي، لغتك تظهرك جليلي اللي جاي من فوق. من فوق ده على الخريطة، لكن هي يعني مش فوق في المكان، لا، أورشليم أعلى. جنوبا في البلاد اليهودية، منطقة الجنوب اسمها اليهودية، ودي اللي كانت زمان مملكة يهوذا. كان زمان في فوق مملكة إسرائيل وتحت مملكة يهوذا، عاصمتها أورشليم. دي منطقة فيها بقى الهيكل سليمان، وبالتالي فيها رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، وفيها الوالي الروماني بيلاطس، وفيها قصور في وقت المسيح لو المجد، قصر حنانيا وقصر هيرودس وقصر بيلاطس، فيها الغنى وفيها التزمت. وربنا يسوع كان ينزل كل سنة أثناء خدمته يعيد في أورشليم كعادة اليهود، ويرجع تاني الجليل، لكن في الآخر صلب في أورشليم أو خارج أورشليم. في النص في منطقة السامرة، والسامرة دي منشقة إلى حد كبير عن اليهود، وفي عداوة بين السامريين واليهود، لكن اللي يسافر من الجليل لأورشليم أو من أورشليم للجليل بيعدي على السامرة، مش لازم يدخل السامرة لكن يعدي جنبها. كل الحاجات دي هتقابلنا في حياة المسيح له المجد. فمعلمنا متى ركز في عرضه على حياة المسيح في الجليل، خدمته وسط الفلاحين البسطة، والأمثال اللي حكاها كلها للناس البسطة، والموعظة على الجبل قالها في الجليل مع الناس البسيطة. كل دي مهمة، وإحنا بنسمع إنجيل متى وندرسه، إن إحنا نتصور الجو اللي كان بيتكلم فيه ربنا يسوع، لأنه بيتكلم مع ناس أغلبها أمية في تعلمها وبسيطة وفقيرة، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لأنهم ناس بسطاء، وكان كلامه مريح جدا للبسطاء، وتلموا حواليه كل الغلابة، وأصبح ربنا يسوع مسيح الغلابة البسطاء، لأنه كان وسطيهم واحد منهم، جليلي أو ناصري. وإن كان برضو نقابل في الجليل حتت كده طالعة فيها زي كفر نحوم، فيقول لها كفر نحوم أترتفعين إلى السماء؟ طب ده أنت ستنحطين إلى الهاوية، لأنه كانوا دول إيه، قرى في بعض، لكن في ناس طلع فيها شوي زي بتوع كفر نحوم، فرفضوا المسيح. وبرضه في الناصرة ما كانوش راضين يقبلوه، لأنه ده هو ده ابن النجار بالنسبة لهم اللي طالع من وسطيهم. فعشان كده قال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن. كل دي أحداث هتقابلنا في إنجيل معلمنا متى. وإحنا ماشيين في الأحداث دي هنكتشف أن معلمنا متى بيركز على أمور معينة أحياناً بقية الإنجيليين ما يقولوهاش أو ما يذكروهاش، والتركيز هنا كله مرتبط بالخلفية أو النفسية اليهودية اللي بيخاطبها معلمنا متى. تلاحظوا مثلاً في إنجيل متى أن فيه الأرقام مهمة، هتلاقوا رقم 2 يجي كتير، وثلاثة وخمسة وسبعة، هتلاقوا فيه تركيز شوية على الناحية الرقمية، أحد خواص إنجيل متى لما ندرسه. فبراجع تاني وبقول إنجيل متى كتب لليهود، ومن هنا كان يعتبر امتداد طبيعي أو ربط بين العهدين، يعني أكتر إنجيل يربطنا ينقلنا من العهد القديم للعهد الجديد إنجيل متى، لأنه كل شوية بيقول كما قيل، فبيعمل النقلة دي. وبعدين بيقدم لنا المسيح الملك، بدأ بميلاده كملك، ملك اليهود، وانتهى بصلبه كملك اليهود، وفي الطريق في زفة حد الشعانين، وصلنا يا ابن داود، وصلنا يا ملك إسرائيل، ملك اليهود. والملك له ملكوته، فبيتكلم طول الوقت عن الملكوت، والملكوت له شريعة ودستور، فبيقول الدستور بتاع الملكوت في العظات اللي بيقولها، وله الأتباع بتوعه، بس أتباعه كلهم بسطاء اللي هم التلاميذ والرسل. فالجو كله جو ملوكي، لكن بيأكد فكرة ملكوت السماوات مش ملكوت الأرض. برضو تلاحظوا أنه
لأنه بيخاطب يهود ما يركزش كتير على الستات والأطفال، لأن اليهودي في نفسيته يفتخر أنه راجل، لأنه لا يحترم كتير الطفولة ولا المرأة. بينما مثلا إنجيل لوقا تلاقوا فيه تركيز واضح على شخصية المرأة، لأن اليونانيين عندهم الثقافة دي، وتركيز واضح على الطفولة. فإنجيل متى ذكر ميلاد المسيح كملك، لكن ما دخلش في تفاصيل الحبل الإلهي وقصة البشارة ودور العذراء، وما دخلش في الحتة دي. إنجيل لوقا دخل بالتفصيل. إنجيل مرقس بقى بيكلم ناس رومان لا يعنيهم خالص الحاجات دي، هم عاوزين القوة على طول. فيبدأ صوته صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب. من أول إصحاح، من أول سطر، أسد طالع عشان يعني يوحنا المعمدان بيقدمه كده، وهو بيقول الحقوا المسيح جه، فما بيقولناش جه ازاي، ما بيدخلش في الحتة دي. أما إنجيل يوحنا فما ذكرش خالص الميلاد البشري، لأنه معروف كيف ولد المسيح من العذراء وأين ولد المسيح، إنما بيركز على ميلاده الأزلي. فيقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. والتركيز كله على أزلية المسيح وميلاده من الآب قبل كل الظهور، مش ميلاده في الزمن أو في ملء الزمان من مريم العذراء. ربنا يدينا ان احنا ندخل في انجيل متى ونتمتع. احنا هناخد اول جزء دلوقتي في الدقايق اللي فاضله، لكن عاوزين ناخده كده بتأني، لانه الاناجيل زي كلمه ربنا كلها: لكل تمام رايت منتهى، اما وصاياك فواسعه جدا وكلمتك واسعه جدا. مش ممكن هنقرا الانجيل في مره ومش هنلاقي جديد لحياتنا، ومش هنلاقي غنى، ومش هنلاقي عمق، لأنه هتفضل الأناجيل هي النور اللي بنعيش بيه واللي بنكرز بيه وبنقدمه للعالم، ونقول لهم تعالوا شوفوا الخبر الحلو. برضو كلمة الإنجيل تتلخص في فكرة إحنا بنقدم خبر حلو للعالم. ربنا جالنا الدنيا، ده أجمل خبر. ربنا اللي خلقنا جالنا الدنيا عشان ينقذنا. أدي ملخص فكرة الإنجيل. الموت اتهزم، الحياة الأبدية اتفتحت، في نور دخل للعالم وسط الظلمة، الحب والسلام، كل ده رسالة الإنجيل. فلما بندي الإنجيل لحد أو بننقله للناس، بندخل الحياة والنور والحق والحاجات دي كلها حياة الناس. وعشان كده بنقول الإنجيل: قبلما كتب كتابا كان حياة. الإنجيل كان حياة قبل ما يتكتب، وعشان يتفهم لازم يرجع حياة. فالإنجيل كحروف على ورق قوته مش كده، قوته لما يتحول في حياتنا إلى حياة. فلما الإنسان فينا يعيش الإنجيل ويقدم الإنجيل بحياته وبكلامه، الناس تحس بعظمة الإنجيل وجماله. إنما لو فضل حروف على ورق مش بنفس القوة طبعا. ناخد أول آيتين في إنجيل متى: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. معلمنا متى بيخاطب اليهود، فأول قضية عاوز يثبتها أن يسوع المسيح اللي نكرز به موضوع إنجيلنا كله هو يسوع المسيح له المجد، هو المسيح المنتظر. فلازم نثبت بالنسب بالميلاد أنه ينتسب إلى داود وإلى إبراهيم. مش معنى؟ لأن أبونا إبراهيم خد وعد أنه في نسلك تتبارك كل أمم الأرض، وفي نسلك معلمنا بولس لما شرحها في رسالته الغلاطية قال نسلك دي مفرد، يعني في شخص من ولادك كل العالم هيتبارك بيه. لأن احنا ساعات في العربي نفتكر نسلك يعني كل الناس، لكن هو بيقول: وقال في نسلك ليس في الأنسال، لأنه يتكلم عن واحد. فكلمة نسل هنا في أصلها لما جت في العهد القديم مقصود فيك يا إبراهيم، في نسلك، في شخص من ولادك، زي ما جت في أول التكوين نسل المرأة برضو يقصد دي المسيح، مش نسل المرأة يعني كل البشرية، يعني المسيح له المجد اللي يتجسد من مريم العذراء في ملء الزمان، أو هو ابن إبراهيم الآتي بعد 2000 سنة من أبونا إبراهيم، فيه تتبارك كل أمم الأرض. فالوعد ده
منتظر انه يتحقق، بقى له 2000 سنه من زمن ابونا ابراهيم، تحقق في ميلاد المسيح. وداود النبي واخد وعد زي كده انه نسلك يقعد على عرشك ويملك الى الابد. لقوا في مزمور 132 وفي صمويل الثاني اصحاح 7 ربنا وعد داود النبي انه هيجي في نسلك اللي يملك الى الابد. فالوصيتين دول او الوعدين دول كل اليهود مستنينهم، انه ياتي المسيا من نسل داود. داود قبل المسيح بألف سنه، ابونا ابراهيم قبل المسيح بألفين سنه، فلازم يكون ابن داود لانه الاقرب وابن ابراهيم لانه الابعد، والاثنين دول واخدين وعد انه في المسيح تتحل كل المشاكل في النسل الموعود به. فاول حاجه بيحطها انجيل متى كده، بيفتتح بها كتابه وانجيله وبشرته، يا جماعه يهود انا بقول لكم يسوع المسيح هو ابن داود الموعود، ملك ابن ملك، وهو ابن ابراهيم ابن البركه كلها، لانه ان كان ابراهيم بركه لجيله فالمسيح له المجد بركه كل الاجيال. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. لما نقول كتاب ميلاد دي يعني شهاده ميلاد يسوع المسيح، يبقى هنا بيأكد ناسوته. هذه بتتحط بالمقارنة بإنجيل يوحنا، قلنا إنجيل يوحنا بيأكد لاهوته من أول سطر، في البدء كان الكلمة، وفي البدء دي يعني منذ الأزل قبل البداية. وهنا في إنجيل متى يؤكد ناسوته، لأن في الوقت ده كان في الغنوسية. الغنوسية دي بدعة فلسفة يوناني كانت بتتحدى الفكر المسيحي، ولا زالت الفلسفة دايما أحيانا يعني بتبقى في صراع بين العقلانية الجافة وبين الإيمان المسيحي. فكانت فكرة إزاي ربنا يتجسد، فكأنه التجسد ده عملية خيالية عندهم، وما ينفعش ربنا يبقى إنسان حقيقي، فلازم الإثبات ده، لا ده إنسان حقيقي، المسيح ابن الإنسان، اتولد ولادة حقيقية وله شهادة ميلاد زي أي واحد. لأنه لو لم يكن المسيح إنسانا حقيقيا يبقى كل المسيحية قصة خيالية. المسيح له المجد وهو الكلمة الأزلي، هو أيضا ابن الإنسان المتجسد في ملء الزمان من أجل خلاصنا. كتاب ميلاد يسوع المسيح، يسوع هو الاسم الحقيقي للمسيح له المجد على الأرض. وهيجي شرح كلمة يسوع، يسوع يعني مخلص، يهسوع أو يهشوع يعني يه اللي هي يهوى، سوع يعني الله يخلص، فاسمه يسوع لأنه يخلص شعبه. والمسيح هو اللقب، هو الدور، المسيح يعني المسيح الآتي الممسوح ليملك ويخلص شعبه. وكلمة المسيح قيلت عن داود وقيلت عن شاول الملك وقيلت عن المختارين في العهد القديم، ده الدور. فيسوع له المجد، هو المسيح الحقيقي الآتي لخلاص البشرية. جاء قبله مسحاء كتير بيشاوروا عليه حياته، لكن ما كانش فيهم حد المسيح الحقيقي، يعني إمام سوحين لدور في قيادة الشعب أو خلاص جيلهم، لكن خلاص مؤقت الأعداء من اللي حواليهم، لكن مش الخلاص من الخطية، من الموت، من الشيطان. القضية الكبيرة دي بتاعت المسيح الحقيقي. فاليهود ما زالوا ينتظرون مسيحا، اليهود لسه مستنين المسيح. إنما لو قروا العهد القديم اللي في ايديهم كويس، بالتضاع تتفتح عيونهم ويشوفوا إن إنجيل متى هو الحل، إن معلمنا متى معه حق. يا جماعة مسيحنا هو مسيحكم، مسيحنا هو المسيح اللي انتم مستنينه، هو اللي قال عليه داود ثقبوا يدي ورجليه، هو اللي قال عليه أشعياء كشاة يساق إلى الذبح وكان أعدى صامتا أمام جزيها. إنما إنجيل متى يذكر مرة ومرات عن اليهود ما قيل عن اليهود في العهد القديم، لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، مش عاوزين يفهموا، لأن لو فهموا هيقبلوا المسيح، والمسيح بتاعنا بتاع ملكوت السماوات مش بتاع ملكوت الأرض. هم عاوزين ملكوت الأرض، هم عاوزين سلطة الزمان، هم عاوزين الغنى والمجد الأرضي. ربنا يسوع بيقول التسامح والسلام والحب لا، اللغة دي مش متعجبهمش.
كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. معلمنا متى بحكمة الروح القدس اللي بيسوقوا في الكتابة ركز على الشخصيتين دول بدايتهم، لأن داود يعتبر مسيح العهد القديم، أكتر شخصية بتشاور بحياتها على المسيح له المجد. ولما بنقول أي شخص في العهد القديم بيشاور بحياته على المسيح، لا نعني إن هو إنسان كامل إطلاق. داود النبي أكثر الأنبياء اللي كتب عنه أخطاء، لكن لأنه قام بدور خلاصي، بمعنى أنه أنقذ شعبه من الشعوب الوثنية المحيطة، وحب ربنا وخدم ربنا وقلبه كان حسب قلب الله، الشخصية دي على بعضها بتشاور على المسيح. لكن طبعا ما يجيش حاجة جنب ربنا يسوع، لكن بيشاور، لأنه العهد القديم بيقدم المسيح بصور مختلفة، إما بآيات صريحة كالنبوات، وإما بشخصيات تشاور بحياتها على المسيح، وإما بمواقف زي فكرة إيه؟ يعني في العهد القديم دخول يونان الحوت وخروجه، الحدث ده بيشاور على موت المسيح وقيامته، كأنه اتدفن في بطن الحوت وقام. خروج الشعب من مصر إنه يعدي في البحر، الحدث ككل إشارة لفكرة الخلاص وارتباطه بالمعمودية. إنما شخصية زي مثلا جدعون أو شمشون كشخصية بيشاور على فكرة الخلاص، إنه يجي شخص يخلص شعبه كمخلص. يوسف لما يتسجن ويطلع من السجن حي، أو يموت بالنسبة لأبوه يرجع يقوم تاني، يعقوب يكتشف إن يوسف حي، فكرة الموت والقيامة عشان يبقى مخلص. يبقى إسحاق لما أبوه ياخده ويرفع السكينة عليه وبعدين يرجع حي، إسحاق بيشاور على فكرة الفداء بحياته في طاعة أبوه. كلها إشارات بتحاول من زوايا مختلفة تشاور على المسيح الآتي اللي يكمل خلاص. لكن ولا شخصية من دول كاملة، لا موسى في كمال مطلق، ولا داود النبي، ولا إبراهيم أبو الآباء، كلهم فيهم ضعفات. والكتاب المقدس قصد يذكر ضعفاتهم عشان يفضل المسيح له المجد الوحيد الذي بلا لوم بلا خطيئة وحده، عشان كلهم يقولوا احنا محتاجين المسيح، حتى لو جاي حفيد ليهم من ناحية النسب من ناحية الناسوت، إنما كلهم محتاجينه كمخلص، كلهم مستنيينه كمخلص، كلهم ماتوا على رجاء أن يأتي المسيح الحقيقي مخلصاً لكل البشرية اللي قبل المسيح واللي بعد المسيح. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. داود يحدد عز الأمة اليهودية، لأن الشعب اليهودي بدأ في شخصية يعقوب. يعقوب هو إسرائيل، يعقوب قبل داود بحوالي 800 سنة، إنما فضل عز اليهود أو عدد اليهود يزيد 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 لغاية ما وصل إلى عظمة الشعب أو المملكة اليهودية عند داود النبي، ورجع الكيرف ينزل تاني بعد داود لغاية ما جه المسيح له المجد. عشان كده أعتقد أنه إسرائيل لسه نجمة داود هي الشعار بتاعه، لأنه في الوقت ده عز اليهود. لكن لأن المسيح مش جاي لليهود بس، لازم يذكر ابن داود ابن إبراهيم، لأن أبونا إبراهيم قبل ما يكون في حاجة اسمها يهود، أبونا إبراهيم يمثل أب كل الناس، لأنه قبل ناموس موسى، طبعا أبونا إبراهيم قبل موسى وقبل داود وقبل يعقوب، يعقوب ده حفيد أبونا إبراهيم، فقبل ما تيجي كلمة إسرائيل خالص في أبونا إبراهيم المختار، لأن أبونا إبراهيم يمثل أب جمهور من الأمم، فيبقى كل البشرية بتبص على أبونا إبراهيم تنتسب ليه بشكل ما، واليهود يركزوا في شخصية داود بشكل ما، فيكون المسيح له المجد ابن داود من ناحية اليهود، وابن إبراهيم من ناحية الناسوت كله والطبيعة البشرية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.